بين تظاهرات حاشدة محتملة تأييدا للفلسطينيين وخطر وقوع اعتداء، تكثر التحديات الأمنية التي تحيط بالمؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي تستعد شيكاغو لاستضافته، فيما تنشط الأجهزة الأمنية لاحتواء أي تهديد يعكر الحدث. تشير التوقعات لاحتمال وصول أكثر من 50,000 شخص إلى شيكاغو بين أيام الاثنين والخميس للاحتفال بكاميلا هاريس كمرشحة رسمية للحزب الديمقراطي، ويتوقع أن تشهد النسخة 26 للمؤتمر مواكبة أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة. بالتزامن مع التحضيرات لمؤتمر الديمقراطيين، يواصل المرشح الجمهوري دونالد ترامب ونائبه جي ديفانس نشر معلومات وصفت بأنها غير دقيقة حول الالتزامات البيئية لهاريس، حيث لجأ ترامب إلى نشر صورة مركبة ساخرة على إكس بهدف إحراج هاريس، فهو يلقي عليها دعوات خفض استهلاك اللحوم الحمراء لمكافحة تغير المناخ. استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تتواصل وتتغير النتائج الصادرة عنها، حيث حظيت هاريس بتأييد 49% مقابل 45% لدونالد ترامب بين الناخبين المسجلين بحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة ABC نيوز ومؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي، في أحدث ما تم استخراجه شعبيا من عينة بلغت نحو 2000 شخص. استطلاع رأي آخر أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سينا أظهر أيضا تقدم هاريس مجددا، فوفق الدراسة أعادت نائبة الرئيس الحزب الديمقراطي للمنافسة بقوة في 4 ولايات كان ترامب متجها للفوز فيها بسهولة على الرئيس جو بايدن قبل إعلان انسحابه من السباق. حول هذا الموضوع راح من ولاية ميشيغان بالمختص في الشأن الأمريكي مايك عناية، وضيفي من نيويورك عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي. أهلا بكما أستاذ مهدي، سأبدأ معك بالسؤال، كيف يضع الديمقراطيون اللمسات الأخيرة على مؤتمر مختلف تماما عما كان يتصور قبل شهر واحد فقط؟ تحية إليك وإلى ضيفك الكريم وإلى المشاهدين الأعزاء. في الحقيقة تفضي أخبار غزة بضلالها على هذا المؤتمر بشكل كبير. هناك توقعات لتدفق الآلاف من جمعيات مختلفة ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان إلى شيكاغو، وقد قامت هذه المنظمات بتقديم طلب لدى القضاء لكي يكون مسيرتها بالقرب من مكان إقامة المؤتمر الخاص بالحزب الديمقراطي، ولكن رفض القاضي هذا وقام تبعا لطلب المؤسسات الأمنية وطلبا لمدينة شيكاغو بنقل المسيرات إلى أماكن أبعد، وهناك حالة من الاستئناف سنرى نتائجها غدا. في الحقيقة ليس فقط هذا، وإنما حتى داخل المؤتمر هناك الحركة التي سميت Uncommitted أو غير الملتزمين، والتي نشأت لرفض انخراط الرئاسة الأمريكية والبيت الأبيض في دعم إسرائيل الغير يعني منتهي. يعتقد أن يكون هناك بعض من هؤلاء ممن يحضرون المؤتمر، وقد يقوموا بتقديم بعض الاعتراضات داخل المؤتمر. وأيضا طلب بالأمس من كاميلا هاريس أن تكون لها مواقف محددة ومواقف واضحة من وقف الحرب على الفلسطينيين في غزة، ولكن إلى الآن لم ترد كاملها. سيد مايك من ميشيغان، وميشيغان لها كان موقف الانتخابات التمهيدية بـ Uncounted Vote
الامتناع عن التصويت لصالح جو بايدن، كيف ستتعامل الجالية العربية والمسلمة غدا مع هذا المؤتمر والترشيح الرسمي لهاريس عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة؟ مساء الخير أستاذ طارق وأستاذ مهدي والجمهور العزيز. يعني لسوء حظهم أنه الناشنال سنتر اللي حتكون في المؤتمر الديمقراطي بعيد 15 دقيقة عن مكان اسمه فلسطين الصغيرة، وشيكاغو فيها أكبر جالية فلسطينية في أمريكا، ميشيغان فيها أكبر جالية عربية، ممكن كاليفورنيا فيها أكبر جالية من الشرق الأوسط. ميشيغان ولاية مفصلية بحيث أنه في عزيمة عند العرب والمسلمين في ولاية ميشيغان أنهم يستمروا بالضغط على هاريس ولا يعطوها ما تحتاجه تحت شعار هي تحتاجنا ونحن لا نحتاجها. فإذا نظر العرب والمسلمين إلى جو بايدن والإدارة إنها إدارة دموية ومستمرة في مساندة الكيان الصهيوني وقتل الفلسطينيين، فهو لا يكترث إذا كان ترامب ولا هاريس مما رأيناه لحد الآن. هاريس تحاول أن تغازل بطريقة يعني خفيفة جدا، لكن هي ارتكبت خطأ كبير عندما سألها أحد الأشخاص في أحد الخطب التي كانت تلقيها عن غزة وقالت لهذا الشخص شرب. هي حاولت تبدي نفسها كأنها ترامب، لأنه ترامب في داخل المؤتمر أو الاجتماعات تبعته إذا أحد عارضه فيتصرف بطريقة همجية وطريقة عنيفة، فهي حاولت تبدي هذا النوع من القوة وانقلب عليها، والآن في يعني ضغط شديد على أنها تأخذ موقف واضح من ناحية ماذا يحدث لإحنا في غزة. طب هنا أستاذ عفيفي، هل يستطيع أي مرشح لانتخابات الرئاسة في مرحلة حساسة وقبل أشهر من موعد الانتخابات في تشرين الثاني نوفمبر المقبل أن يأخذ موقفا حازما تجاه حليف أساسي الطفل المدلل إسرائيل، وأيا كان تأثير المجتمع العربي والإسلامي في الولايات المتحدة، هل بإمكانه أن يفعل ذلك، أن يميز نفسه عن أن تميز كامالا هاريس نفسها عن جو بايدن وعن دونالد ترامب؟ في الحقيقة من الواقع أن الضغط العربي والإسلامي لا يمثل قوة إلا في ميشيغان فقط، وأعتقد أن حتى الإخوان في ميشيغان لديهم انقسام، فهل لأننا نحن بين نارين، إما ترامب والذي بالأمس وعد بتوسيع خارطة إسرائيل ووعد بدعم إسرائيل خاصة وإن كان هناك من علانية دعمه بمئة مليون دولار لحملته، ويعني قرر ترامب أن يدعم إسرائيل في أي شيء تقوم به، ليس فقط وإنما هو الضغط على من هم من أصول عربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وترحيل الطلبة من الكليات. يعني هناك مأزق كبير لأي مرشح في الوقت الحالي كيف يمكن التعامل مع إسرائيل. أعتقد يمكن على حملة هاريس أنها تتفادى ذلك لأنها ستكون هي المرشحة القادمة، ابتداء يعني مسؤولية الرئاسة تبدأ بالنسبة لها في شهر يناير. بالنسبة لبايدن لا أعتقد أنه سيغير من موقفه، وستكون يعني مسألة معقدة للغاية. ونظرا لعدم وجود الضغط الكافي من العرب والمسلمين في أماكن أخرى التي يمكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات، وأيضا الحرب المضادة التي تقوم بها المجموعات الصهيونية والإيباك وغيرها، والتي استطاعت أن تسقط اثنين من المرشحين المعتدلين، أعتقد أن هناك مأزق شديد، وأن من هو في يعني في هذه المرحلة سواء كانت هاريس أو حتى يعني نائب الرئيس المرشح معها سيكون العمل بشكل يعني حذر جدا تخوفا من ردود الفعل التي قد يمكن أن تؤثر على خسران الانتخابات.
طب أستاذ ماين، إذا كان هذا موقف بعض من الجالية العربية في ميشيغان، شيكاغو، كاليفورنيا، لنقول هذا التجمع الكبير، إذا ما هي الخيارات؟ عدم التصويت لكاميلا هاريس وكذلك عدم التصويت لترامب، أم ماذا في وجهة نظركم وفي رؤيتكم للمستقبل؟ في عقدة ثالثة خليني أتطرق إليها، اللي هي المرشحة جيل ستاين، المرشحة باسم الحزب الأخضر، والتي قررت أن تأخذ نائب رئيس لها عربي أو مسلم، بس بشرط أن يكون مع القضية الفلسطينية ويكون معروف موقفه إنه مع القضية الفلسطينية، ويكون من الجالية العربية والمسلم والفلسطينية، ويكون موقفه بلا لبس وله تاريخ في هذا الشيء. فدائما الحزب الثالث ممكن لا تكون له أضرار جسيمة، لكن بوجود جيل ستاين، الدكتورة جيل ستاين، واختيارها لشخص يكون مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا كما هي مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، وحتى تفاديها إلى أجندتها الخاصة اللي هي أجندة الحزب الأخضر من ناحية البيئة ومن ناحية الأشياء هذه. فعندك هذا اللاعب الذي ممكن أنه يكون خطر أكبر على هاريس من ترامب، لأنها الآن تأخذ حوالي 50% من أصوات الديمقراطيين والمستقلين في الولايات المتأرجحة، فيعني هذا خطر كبير ممكن يكون على هاريس، وهي عمالها تستميل البروغريسيفز في هذه الولايات تكسر هاريس. كيف ترى ذلك أستاذ مهدي عفيفي، هذا الخطر الثالث الذي تحدث عنه سيد عناية؟ هو في الحقيقة هو في نوع من الخطر في ولايات معينة، لا يمثل خطرا على الانتخابات ككل، هو نوع جيل ستاين من المعروف أنها لم تستطيع أن يعني تناكس، هي نوع الضرر أكثر على الحزب الديمقراطي منه على الحزب الجمهوري في وجود جيل ستاين. لكن في هذه المرحلة وبعد ما رأينا، يعني دعك من استطلاعات الرأي التي أنا يعني عملت في هذا المجال، استطلاعات الرأي ليست بدقيقة، المثال 2000 صوت أو تصويت أو 3000 تصويت، ما نراها على أرض الواقع يذكرني بالضبط إبان عملي في حملة أوباما، عندما كنا نحاول جمع مثلا مكان يأخذ 5000 نجد أن احنا محتاجين لمكان أكبر ثم أكبر، وينتهي بنا الأمر لأخذ مكان يحتاج إلى 15000 ويكون هناك 10000 في الخارج. هذا الحماس لكاميلا هاريس يعطي زخم مختلف قلبا وقالبا عما كان قبل ذلك في إبان بايدن. أعتقد نحن في موقف أفضل بكثير، وأنا من رأيي يعني لابد أن يفيق العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني منذ سنوات كنت أقول لابد أن يكون هناك اندماج ودخول في الحلبة السياسية. الآن نندم وللأسف الشديد سنرى هذه يعني ردود الفعل لما يحدث في فلسطين، ثم ترجع المسألة تهدأ وتنام مرة أخرى. لابد أن نتعلم أن العمل السياسي لابد أن ينشأ ويستمر، ولابد أن نضع الوقت والمال والأفراد حتى نستطيع أن نكون مؤثرين، خاصة في ولايات مثل نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، وهناك أكثر من 15 ولاية يمكن للعرب والمسلمين أن يؤثروا فيها، وفي هذا الوقت نستطيع أن نفرض شروطنا. لكن كي نكون واقعيين، اليوم هي محاولات للدخول ودعم هاريس، ومحاولات معرفة من نتعامل معهم. الإيباك يسيطرون على الكونغرس بالكامل كما رأينا في خطاب نتنياهو، حتى ولو قالت هاريس كلمة هنا أو هناك فإن التنفيذ الحقيقي سيأتي من الكونغرس، ولكن أعتقد الموضوع لابد أن يكون على المدى الطويل وليس فقط على المدى القصير. نعم، طب سيد مايك، البعض قال أنا ربما ستكون لكاميلا هاريس مواقف مختلفة إذا ما فازت في هذه الانتخابات، أكثر من مرة دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، رغم أنها دافعت عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لم تحضر كذلك خطاب نتنياهو في الكونغرس، أليست هذه مؤشرات يمكن النظر إليها بأنها إيجابية، بأنه يمكن
التعامل مع هذه السيدة وجعلها تتفهم المعاناة الجارية في قطاع غزة، وأن تكون لديها سياسات مختلفة عن السياسات السابقة ولديها لغة أقوى وأكثر جرأة في التعامل مع إسرائيل؟ سؤال جميل جدا، لأنه إذا نرجع للعبارة اللي أنا استخدمتها، هي تحتاج الجالية العربية المسلمة والجالية العربية المسلمة. لماذا لا تحتاج الجالية العربية المسلمة؟ لأنها رأت هي نتائج الإدارة اللي هي من ضمنها، والعجز التام أمام ما يوجد من ضغوط صهيونية. فإذا إحنا أخذنا هذا الموقف وحاولنا نضغط حتى في ولاية ميشيغان، حتى لو ولاية واحدة، بأن نحجب عنها الأصوات، كي يتعلم الحزب الديمقراطي أنه إحنا الجالية العربية المسلمة لها تأثيرها، حتى لو في ولاية متأرجحة هي اللي ممكن تحدد الرئيس الأمريكي القادم. فأنا لحد الآن، لحد هذه النقطة، أنا أتفق تماماً مع الأستاذ مهدي بموضوع أنه الجالية العربية والمسلمة تحتاج أن تبذل كثيراً من المال ومن الجهد ومن الوقت كي تلحق بالركب. لكن الآن في فرصة أن هذه الجالية تبدي قوتها أو تبدي قدرتها على حجب الأصوات، وإذا لم تخسر نائبة الرئيس هاريس ممكن يكون يعني شيء مفزع بالنسبة لهم، بحيث أنه ضمان الأصوات هاي هو ضمان الرئاسة، وتأرجح الأصوات هاي هي خسارة الرئاسة. نحن نعرف من هو ترامب، ونحن نعرف أنه قد يكون أسوأ شخص في التاريخ، مش كرئيس أمريكي يعني. فهذا الشيء الناس الذين يعني لا يؤيدون هاريس يعلمون تماما العلم من هو ترامب. لكن هل هو الوقت الآن الوقت كي نستخدم ترجيح الكفة كقوة للجالية العربية والمسلمة في ولاية ميشيغان وفي بعض الولايات الأخرى، بالإضافة إلى الجنريشن زي وجويش فويس فور بيس وجميع المنظمات التقدمية؟ فالآن في شرخ في الحزب الديمقراطي بين الليبراليين والتقدميين، شرخ واضح وصريح. التقدميين يكادوا جميعا يكونوا مع القضية الفلسطينية، بينما الليبراليين يريدون الحال يبقى كما هو وتبقى السيطرة الصهيونية على السياسة. أنا أشكرك من ولاية ميشيغان المختص في الشأن الأمريكي مايك عناية، وأشكر ضيفي من نيويورك عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي. شكرا لكما.